السلام عليكم. واحدة من طيور البطل جيف، طيرة ما شاء الله 2019، بس جسمها مال عمر 10 سنين مو مال عمر أشهر. 406 406 2019 هذا ظهرها ما شاء الله، ظهر عريض بين ريشة واحدة، جناحها محمد. طبعا هاي الطيره ترجع للبطل ريك هيرمنز. طبعا ريك هيرمنز من الابطال اللي يمكن ما اعرف ما معروفين بالعراق، بس بطل مو على مستوى بلجيكا، على مستوى اوروبا كلها. تبزير مشترك بين الريك هيرمنز والفانديواور. فانديواور البارحه احنا باحد الاحتفاليات وكان بمزاد بيضتين انباعن ب 5000 يورو للفانديواور. جيف خسترن تويتر فان دي واور فان راستن فان دي واور 5000 يورو. بس مو نورمال، ها ايش فور يو ويك نيجي دولار فور يو ويك نيجي دولار. يعني المشكلة انه هذا الشخص الفان دي واور اللي هاي الخاستون فان دي واور اللي هي هاي الطيرة راجعة له، هذه الشهادة مالتها البارحة بيضتين 5000 يورو انباعت لهذا الشخص. وجيف يقول الاسبوع اللي فات بيضتين انباعن ب 9000 يورو. يعني ما شيء فوق الخيال، يعني بالنسبه لي ما يعني غريبه. هاي الطيره سعرها 10000 يورو. لا هاي الطيره ان شاء الله يعني من 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 خطوطه، بس ما شاء الله الجسم كلش راقي، خطوطه خطوطه الريك هيرمنز، يعني واحد افضل من الثاني. شكرا، سلام عليكم.